بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر قناة راس 36 وهذا الحوار يدخل في إطار مشاركة ديالنا حنا كمجلس في النقاش الدائر الآن في مدينة القنيطرة، وهو نقاش حول النقل الحضري. النقل الحضري الآن كما تلاحظوا وهو موضوع الساعة على الصعيد الوطني، إشكالية كبرى. الإخوة اللي تيتكلموا في المجتمع المدني أن جلهم عاشوا معنا واحد الفترة معينة، وحنا تنشاركوا معنا دائما كاع في القضايا ديال النقل الحضري. النقل الحضري باش يفهموا الإخوان واللي مجموعة الناس ما تيفهموش، خصوصا الشباب دابا الآن اللي تيجي فقط غير ينتقد، لا تنقولوا لهم النقل الحضري وهو تدبير مفوض، أن الجماعة فوضات التدبير للشركة، وهذه الشركة ما جاتش من فراغ، جات في إطار واحد المارشي اللي تلونصا على الصعيد الوطني، وشاركوا فيه مجموعة من الشركات، وكانت هذه الشركة هي اللي فازت بالصفقة. إذن المسألة المجلس البلدي فوض هذا التدبير للشركات ديال الكرامة، داست واحد المرحلة معينة، هذه الشركة قالت هي راها عندها مشاكل، هذه المشاكل حاولنا نعالجوها معها في العقد رقم واحد، يعني في الملحق رقم واحد. داست واحد السنة قالت مازال هذه المشاكل موجودة، درنا معها ملحق رقم جوج. داست السنة مرة أخرى قالت لك عندي مشكل، زدنا مع الملحق رقم ثلاثة. معنى أن كاين واحد الديناميكية، كاين واحد الفيدباك بيننا وبين الشركة، باش تكون هذه الشركة وطنية وهي تربح، والمواطنين ديالنا يكونوا في مستوى التطلعات ديال النقل الحضري. وهذا الشيء ولاحظتوا أن كانت الناس راضين على هذه الشركة. 2016 تحدات الأزمة، وأزمة وصلت خانقة جدا، وقالت عندي أزمات وعندي كذا. درنا واحد مكتب الدراسات خرج بخلاصات، هذه الخلاصات شاركنا فيها المجتمع المدني وكانوا حاضرا معنا، ودرنا واحد الحملات تحسيسية للمجتمع باش يكون حتى المواطن يكون مواطن فعال وما يساهم في الإصلاح، ويساهم بأن الترونسبور يكون مزيان، والمجتمع المدني شارك معنا في هذا الشيء. إذا من 2016 هذه الخلاصات بغينا نديروا معاهم واحد الملحق رقم 4. هذا الملحق رقم 4 اللي تيتكلموا على لجنة التتبع، ما تداش دارت لجنة التتبع وحضرات وجدات وهيئات الملحق رقم 4، وشاركنا المعارضة معنا، المعارضة اللي تتكلم ما شاركناش، عندي نجيب لكم التقارير ديال المجلس البلدي، شاركنا المعارضة معنا وحضرات وعرضنا عليها الملحق رقم 4 وكنا غنجيبوه حتى للدورة. الإشكالية وأننا في آخر المطاف ما تفاهمناش مع الشركة الملحق رقم 4 اللي صادقت معنا عليه المعارضة في الحوار في اللجان. معنى أننا شاركنا المعارضة، شاركنا المجتمع المدني، شاركنا كل شيء في هذا الحوار ديالنا، ولكن ما وصلناش النتيجة معها مع الشركة. وهنا طالبنا الشركة بحاجة واحدة، تنقول أن الشركة العقد اللي بيني وبينها كاين عقد، وعندنا ملحق واحد جوج ثلاثة، كنا طالبناها في مراسلة تنطلبوها بأنها تلتزم بالعقد وبالملحق رقم واحد جوج ثلاثة. هذا العقد دابا اللي هاد الإخوان اللي تيتكلموا أن المجلس البلدي ما داروا والو، واش حضروا معنا؟ كانوا معنا، الله نجيو نعطيكم، أجيو عندنا أنتم كصحافة ونوريكم المراسلات اللي رسلنا لها على ما يقرب واحد 50 مراسلة، تنقولوا فيها راه عندك مشكل هنا، عندك مشكل هنا، عندك مشكل هنا، عندك مشكل هنا، عندك مشكل، كاين هذا الشيء، اجوا عندنا، وراه المراسلات صيفطناها للشركة، وعلى إثر هذه المراسلات صيفطنا لها واحد الميزون دومور، تنقول للشركة راه أنت إما غتحسني الخدمات ديالك وتلتزم بالعقد، وراه غنفسخوا معك العقدة. القانون شنو تيعطينا؟ القانون تيعطينا ان 3 شهور فين تحاوروا معها، الشهر الاولاني تندخل معها في الحوار مباشر، الشهرين الثاني والثالث تندخل في الحوار مباشر عن طريق وزاره الداخليه. ماشي القانون، شوف هذو اللي تيتكلموا، لا اللي تيتكلموا خارج السياق، ما تنتكلمش كلشي الناس، لان الناس كاين اللي قاريين احسن مني وكاين اللي فاهم القانون احسن مني، لكن تنتكلموا الناس اللي تيتكلموا خارج السياق، اللي ما قاريينش القانون وتيتكلموا بان المجلس ما دار والو.
تراسلنا درنا كل شيء. لا صيفطنا جوج رسائل طلبوا من الشركه تجي تجلس معنا ونحلوا المشاكل اللي وصلت. الشركه ما جاتش، اذا اضطرينا اننا في الشهر الثاني تترصد وزاره الداخليه تنقولوا لها راه هذه الشركه راه عندنا مع اشكاليات وما مازال ما بغاش تجلس. مشينا جلسنا مع الشركه مع وزاره الداخليه قلنا لها حنا قلنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، هي شو تطلب؟ اللي بغى تطلب نعاود نجلسوا معاها. حنا تنطلبوا حاجه واحده هو الالتزام بالقانون، حنا ما طلبنا حتى شي حاجه، تنطلبوها بالالتزام بالقانون العقد اللي بين اللي موقع بيناتنا والمرحله الثلاثه. الشركه قالت لك انا ما بقيتش قاده، انا راه الوضع اللي فيه انايا صعب عليا باش نجيري الوضع في القنيطره، وحنا تنتسناو الان تنتسناو التقرير ديال وزاره الداخليه اللي فيها هادشي وان الجواب ديال سميتو. بمجرد غنتوصلوا بالتقرير غادي نطقوا غنصيفطوا للشركه ديال فسخ العقد، لان الشركه عوضا بعد هذا الاجتماع سحبات بعد بعد لي بيز ديالها خرجت وخرج القنيطره، بدات الازمات تديرها والعقد تيقول بان ملي غتسالي هذه المده وخنسخوا مع العقد غتبقى معنا المرحله هادشي كاين في العقد ماشي تنقولوش انايا غتبقى معنا هذه المرحله الانتقاليه بضمان ما درنا لابيل دوفر ودخلت شركه اخرى. اذا القنيطريين حنا الحمد لله جينا من اجل مصلحه القنيطريين وقلنا في الشعار ديالنا ان القنيطري يستحق الافضل، وحينا مع الشركه جرينا معاه باش يكون الافضل القنيطري، ولكن تبين لنا على ان الشركه غادا في ديغراداسيون وغادا الاسوء للقنيطري. حتى نقولوا هذا الكلام ماشي شي واحد يقول، ولكن حنا ما كناش ناسن، كنا تنراقبوا الشركه تنتابعوها، راسلنا في الخطوط، راسلنا في لي زابري، راسلنا في كل ما هو صغير وكبير راسلنا فيه. الشركه انا ما نعرفش شنو هي الاشكاليات اللي عندها، هذيك ديالها ما تندخلش فيها، ولكن انا تنتعامل مع الشركه بحاجه واحده، عندي معاهم قانون، عندي معاهم عقد، انا تنقول لي انت عندك اشكاليات وكذا حقك، عندك مشاكل حقك، عندك ما تتربحيش ولا تخسري حقك، لكن انا عندي معايا هذا الالتزام، وراسلت هادشي كله، واش حنا في قانون الغابه؟ راه حنا في دوله الحق والقانون. وانا عندي عقد مع الناس ماشي نقول لها الصباح نصف الصباح ندير نعيط على المعارضه ونعيط على هذا ونقول لهم سيروا بحالكم ما بغيتكمش، ما يمكنش ما يمكنش. انا تنقول للاخوان وتنقول للصحافه وتنقول للمواطنين اننا حنا ما بغيناش نخطئوا، حنا تلتزموا بالقانون، والشركه تعاملنا مع القانون نهار اول نهار الى يومنا هذا راح تتعاملوا مع القانون. وحنا غادا يعني راه تقريبا البوادر اللي كاينه هو ديال فصل العقد، وغادي نجيبوا شركه اخرى كبحال الرباط وكبحال الدار البيضاء، والحمد لله المواطن بغيتي الافضل صبر شي شويه. حنا راه الازمه اللي دارنا اليوم ما ربعناش يدينا، راه ما نعسناش الليل والصباح، مع الساعه ونص الصباح راه كنا حنا في الميدان، وملي كنا في الميدان حاولنا نجيبوا الناس باش نوفروا المواطن باش يمشي. هذا التدابير هذا واجب نديروه، واش قصرنا فيه؟ ما قصرناش فيه. وهنا ماشي ما تنقولش فقط المجلس هنا، هذا مساله اجتماعي وامني، وهنا تنشكر السلطات المحليه والامن اللي وقف وقفه ديال الرجل في المدينه، والحمد لله باش كل شيء هذا الامر الاجتماعي والامني باش يدوز على سلام. وهنا تنطلب من المجتمع المدني باش يدير يدينا في يديه باش ندوزوا هذه المرحله الانتقاليه، لان غتجي مرحله انتقاليه وحنا ما غنقولوش راه غنسيروا وحدنا وراه حنا تنعرفوا، بالعكس حنا غنديروا يدينا في المجتمع المدني، ولكن تدري المجتمع المدني اللي هو فاعل اللي بناء، ماشي واحد السيد غادي يجي لانه من المعارضه باش جات الفرحه لا فين غندير المعارضه من اجل المعارضه. دابا حنا خدامين، راه اليوم الصباح راه كان الهاجس ديالنا كان الامتحان هاجس، وكنا سبقنا الطلبه اللي عندهم امتحانات وصيفطنا لهم لي بيس لي ميني بيس حتى الاماكن ديالهم، وسهرنا حنا والسلطه والامن باش الطلبه ما يضيعوش الامتحانات ديالهم. ولهذا هذا الاجراء تبعناه وغادي خاص 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 الطالب، حنا راه ولادنا هذوك، راه حنا ما جاوش هذوك الناس من الزنقه، راه ولادنا قنيطريين ولادنا، تا هما تيمشيو للامتحانات وخاصنا نسهروا على الراحه ديالهم.